أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم سرخني عن الهموم والغموم ووحشة السعد ووسوسة الشيطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيتم وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا أبا، يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة، بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجبر، عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين له بالتمكين من قتالكم. بريت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائه وأتباعه وأوليائه. يا أبا عبد الله، يا أبا، يا أبا، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم،
إلى يوم القيامة. ولأن الله آل زياد وآل مروان، ولأن الله بني أمية قاتبة، ولأن الله ابن مرجانة، ولأن الله عمر بن سعد، ولأن الله شمرا، ولأن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني من عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. يا أبا أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منه وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم ومبالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الهب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وهرب لمن هاربكم وولي لمن والاكم وأدب لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم
وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما أعظم وأعظم رزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل مهياي محمد ومماتي مماتا محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن أكلة الأكبر اللئين ابن اللئين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موسم وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زيادة قال مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليك. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منه واللعنة عليه وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لا أب للظالم ظلمك محمد وآل محمد وآخر تاب له على ظالمك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن
على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أن تقبل ظالم باللأن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولن أبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصاب الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.